الهيئات السياسية جادة هي التي تقف إلى جانب المواطن في السراء والضراء. والواقع أن الأحزاب تقوم بمجهودات من أجل النهوض بدورها، إلا أنه يتعين عليها استقطاب نخب جديدة وتعبئة الشباب للانخراط في العمل السياسي، لأن أبناء اليوم هم الذين يعرفون مشاكل ومتطلبات اليوم. كما يجب عليها العمل على تجديد أساليب وآليات اشتغالها. فالمنتظر من مختلف الهيئات السياسية والحزبية التجاوب المستمر مع مطالب المواطنين والتفاعل مع الأحداث والتطورات التي يعرفها المجتمع فور وقوعها، بل واستباقها بدل تركها تتفاقم وكأنها غير معنية بما يحدث. شعبي العزيز، إن الشأن الاجتماعي يحظى عندي باهتمام وانشغال بالغين كملك وكإنسان. فمنذ أن توليت العرش وأنا دائم الإصغاء لنبض المجتمع وللانتظارات المشروعة للمواطنين، ودائم العمل والعمل من أجل تحسين ظروفهم. أولوية ديال الانشغالات ديال جناح الملك الملك كتكون هي توجه جميع المؤسسات الحكومية والمسؤولية وغيرها، أنه المواطن هو في أمن الانشغالات، خاصة المؤمنات الاجتماعية ديال المواطن، سواء كان على مستوى التعليم ولا على مستوى الصحة ولا على مستوى التنمية البشرية. إلا وأن خصنا عملنا مجهود مازال الخصص مازال خصنا نزيدو نتعبو بشكل عام باش نحسنو الوضعية الاجتماعية ديال المواطن، باش المواطن ما يعيش بكهرباء ويعيش بواحد الراحة. خصنا كاملين عملنا المجهودات الجاية باش نحققو هاد التنمية البشرية السلام على اشرف المرسلين. فيما يتعلق الخطاب اليوم، كنظن على انه جلاله الملك اعطى اشارات وتوجيهات جد مهمه، من بينها يمكننا نستخلصوا هو توجيه جلاله الملك لجميع الفئات ديال المجتمع من نقابات ومن احزاب ومن حكومه للاستمرار في حوار مفتوح. هذا الحوار المجتمعي اللي من خلاله يجب انزال جميع الملتزمات لدعم الفئات الضعيفة والفئات الهشة داخل المجتمع، لأنه لا يمكن أن يكون هناك استقرار دون دعم هذه الفئات الهشة. إذن هذا توجيه جد مهم، وكنظن على أنه نحن كفاعلين سياسيين جميع الحاضرين سوف يأخذونه بجدية. والتوجيه الثاني اللي جابه جلالة الملك هو فيما يتعلق بالاستثمار، يجب على تسهيل العملية ديال المستثمر سواء في الزمن أو في المكان. وحدد جلالته مدة ديال شهر كتسريع للملفات والطلبات، ولكن في نفس الوقت جلالته نبه على أنه يجب على الإدارات المتداخلة تخلي المستثمر في جانب وتحاول تعمل على تبادل المعلومات بطريقة معلوماتية عصرية، باش المستثمر يكون عنده الباب الواحد أو الشباك الواحد. وفي هذا الإطار كنظن على أنه جلالة الملك نبه لتحسين ولتحسين الخدمات المقدمة من المجالس المكلفة بالاستثمار على صعيد الجهات، باش تبوأ وتعطي المستثمر المكانة ديالو اللي يلزم ياخذها. إذا ما بين الدعم ديال الاستثمار الخاص، ما بين الدعم ديال الحوار المستدام لجميع فئات المجتمع، كيمكننا نخلقوا هذا الهامش ديال دعم الفئات المستضعفه والفئات الهسه داخل المجتمع، باش يكون واحد النوع ديال التوازن في الضغط، وبالتالي البلاد تعرف الاستقرار ديالها وتعرف الاستمراريه ديال النمو ديالها. شكرا. شكرا. العريضه للمغرب السنوات المقبله، خاصه في المجالات الاجتماعيه، وقد تطرق جلالته الى العديد من الاشكالات، وحتى الحكومه والمكونات السياسيه الوطنيه من اجل الانكباب وحل او العمل على حل هذه المشاكل خدمه للمواطن والمواطنين. تبارك الله.